بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. برحب بضيف النهارده اللي مشرفني ومنورني، الكابتن اسامه زكي المدير الفني لفريق 2008. ما شاء الله عامل شغل هايل مع فريق 2008، ما شاء الله عندنا مواهب فعلا حقيقيه. هو هيتكلم دلوقتي وهيقول اسماء وهيستعرض، وهتشوفوا دلوقتي اهداف ما شاء الله دلوقتي لنجوم كبار لكن صغيرين، ان شاء الله يكونوا نجوم في المستقبل. برحب بضيفي الكابتن اسامه زكي، منورنا وشرفنا يا كابتن اسامه. اهلا وسهلا كابتن، بشكر حضرتك وسعيد اني موجود في قناه الاهلي وموجود مع حضرتك طبعا. الحمد لله. طمنا بقى 2008، ما شاء الله بنسمع هنا من اول ما طلعنا برنامج الاشبال دايما بنذيع اخبار جيده عن 2008، دايما في انتصارات، دايما بنشوف اهداف حلوه كمان على 2008. والله الحمد لله فريق فرقه كويسه طبعا من اول الموسم، واحنا بدانا الموسم دوت في تصفيه عدد كبير من الفرقه طبعا بتعليمات من الكابتن خالد. البراعم كلها كنا بنصفي لان العدد كان كبير. كان عندنا حوالي تقريبا 40 لعيب في فرقه 2008. قعدنا فتره ولذلك بدانا بدري، يعني احنا من اول القطاعات البراعم اللي بدانا في مصر عشان نصفي العدد الكبير دوت. وطبعا دي كانت سياسه الكابتن خالد اللي احنا نصفي العدد دوت او ننقي المميزين. السنه اللي فاتت كان كام 2008 العدد؟ كان 40 لعيب. 40 لعيب؟ انا صفيت حوالي 20 لعيب. طبعا في لعيبه كويسه مشيت، بس النادي الاهلي احنا كنا مركزين على الكواليتي. اللعيب يكون مميز، احنا النادي الاهلي عايز لعيب مميز، لعيب عنده قدرات خاصه. في لعيبه كويسه لكن مش النادي الاهلي. فاحنا كنا مركزين على اللعيب المميز اللي ينفع النادي الاهلي، القماشه اللي تنفع النادي الاهلي. لذلك كان في اولياء امور كتير يعني زعلانين طبعا ان هم مشوا، لكن بعد كده شكروني. انا قلت لهم ممكن يبقى ليه فرصه ثانيه في اي نادي يلعب ويشارك، لكن هو مش هيبقى ليه فرصه في النادي الاهلي. فالحمد لله كنا مركزين من اول الموسم على ان ننتقي مجموعه كويسه من احسن البراعم اللي موجودين في مصر ومن احسن فرق البراعم في النادي الاهلي 2008.